لم تقتصر العقوبات الأمريكية على أفراد متورطين بالهجمات الكيماوية في سوريا، بل إن الولايات المتحدة أدرجت كيانات رسمية تابعة للنظام كوزارة الدفاع في حكومته. في كانون الثاني يناير عام 2017 أدرجت الخزانة الأمريكية القوات الجوية والبحرية والحرس الجمهورية التابعين للنظام باعتبارهم وكالات محظورة. التصنيف الأمريكي جاء لمسؤولية الكيانات العسكرية التابعة للنظام بثلاث هجمات بغاز الكلور في بلدات تلمنس، قميناس، سرمين، بريف إدلب عام 2014. العسكريون المعاقبون لدى النظام حظرت أي ممتلكات أو مصالح لهم داخل الولايات المتحدة، كما حظرت التعاملات معهم من قبل أفراد في الولايات المتحدة الأمريكية. أهم العسكريين المعاقبين لدى النظام: اللواء أحمد بلول، اللواء ساجي جميل درويش، العميد بديع المعلة، العميد محمد إبراهيم، وهم مسؤولون في القوات الجوية. كما عاقبت الولايات المتحدة اللواء طلال شفيق مخلوف قائد الحرس الجمهوري، بالإضافة للواء رفيق شحادة وهو رئيس سابق للمخابرات العسكرية، بالإضافة للعميد سهيل الحسن وهو ضابط ميداني كلفه النظام بإدارة العمليات العسكرية في المدن والبلدات السورية.